باقتراب موعد صدور المفاضلة العامة، بيستعد طلاب الثانوية ليتعرفوا على المجالات والاختصاصات الجامعية، والعديد منهم بيلاقي صعوبة انه يختار الاختصاص اللي بيناسب كل طالب. فقد قام فريق كومبارس التطوعي بإقامة ملتقى خاص بطلاب الثانوية. لنحكي أكثر عن هالملتقى وفريق كومباس، خلينا نرحب بضيوفنا اليوم ويارا حيرب. أكيد نحن بدنا نرحب فيكم ويسعد صباحكم. صباحكم يا رب. يا هلا، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بداية خلونا نحكي بشكل عام عن الفريق. هلا نحن فريق كومباس، نحن فريق تطوعي. هدفنا الأساسي إنه نعرف طلاب البكالوريا اللي هلأ فايتين على الجامعة الجديدة وعلى جو الجامعة، شو هي الجامعة، شو الاختصاصات الموجودة، نعرفهم على طريقة الدراسة ونساعدهم يتعرفوا أكثر على اختصاصاتنا الجامعية بكل الفروع، سوق العمل، الطريق الأكاديمي نشرح لهم أكثر عليه، والسوق العمل إنه شلون ممكن يدخلوا على السوق تمام ويأبدوا يعني. تمام. عدنان، خبرنا هالملتقى للطلاب وين أقمتوه، وأيضا وين عم تكونوا متواجدين وكيف عم تساعدوا الطلاب؟ هاي السنة الملتقى كان فندق الشيراتون، بارح كان أول يوم، مستمرين إحنا اليوم وبكرة. المحاضرات هي منرتبها لحنا حسب برنامج، بشوف الطالب بيختار الاختصاص اللي حابب يحضره وبيجي على الفندق وبيحضره. الاختصاصات هي عم تكون تتراوح بين الاختصاصات العلمية والأدبية. طب كيف عم يعني بتجذبوا الطلاب، كيف عم تعرفون بحالكم لحتى يقدروا يجوا يستفيدوا من خدماتكم؟ من عدة شغلات، منها صفحتنا على الفيسبوك بننزل ايفنت خاص. بهذا الايفنت احنا بنحكي شو رح يكون في عنا ضمن الفعالية. الفعالية هي مو مجرد محاضرات تعريفية، في عنا عدة نشاطات تانية، مثل هالسنة حكينا عن أهمية اللغة الإنجليزية بحياة الجامعية للطلاب، وفي عنا مسرح تفاعلي هو عبارة عن تفاعل بين الطلاب والجمهور. كمان ضمن الشيء له علاقة بالجامعة، شو الطالب الحياة الجامعية شو فيها قصص. حلو كتير. يعني الفكرة تبع فريقكم كيف اجت وشو هدفها؟ كيف اجت؟ الأستاذ بلال هو المدير مشروعنا، اقترح علينا الفكرة وبلشنا بالمشروع من 2015. احكي لنا كيف بلشتوا فيها. بلشنا بال 2015 بفندق أمية، أول مرة كنا عم نعمل الفعالية. كان عنا حضور تقريبا 9000 طالب، كانت الشريحة واسعة، كانت انطلاقة قوية للمشروع. حلو. غطينا 70% من الاختصاصات الجامعية. بعدين بال 2016 كملنا انطلاقتنا، عملناها كمان بفندق أمية، كان غطينا 80% من الاختصاصات وكان عندنا جمهور أوسع، كان عندنا 14000 طالب وكسور. يعني انت عم تعطينا الارقام بحذافيرها. احنا عملنا استبيان تمام. هذا الشيء كثير مهم. وبال2016 ما وقفنا بدمشق، كمان احنا حلب وحمص وتوسعنا وغطينا شريحة لسه أوسع من السنة اللي قبلها. هاي السنة عملنا بالشيراتون للأسف وغطينا كمان 80% من الاختصاصات. يمكن المساحة شوي ما ساعدتكم. المساحة لا كانت واسعة، بس فندق أمية ما كان فيه يمكن مساحة. تماما. احيانا بالمكان الملتقى ريج هو بيخدم كمان من حيث المساحة، من حيث استيعاب الطلاب. تماما. نحن بنحكي عن الاختصاصات كلياتها تقريبا، علمية وأدبية مثل ما قال صديقي. هدفنا الأساسي إنه الطالب البكالوريا بس يطلع بيفوت هيك بشوشرة وضياع، إنه ما عرفان هو لوين رايح أو شو هو الاختصاص. نحن بنساعده لما يندم بحياته الجامعية، لأنه كانت كتير شائعة إنه يكون دخل اختصاص يريد ينقل على اختصاص بدنا يقول اللي قبله حبيته. تمام. عدنان، يعني أنتوا مثل ما ذكرت يارا إنه عم يصير في استبيان للمشاركين معكم للحاضرين، قديش عم تلمسوا نتائج نجاح عملكم وقديش الفائدة بالفعل عم توصل للطلاب يلي هن جايين لحتى يستفيدوا من خدماتكم؟ الاستبيان هو عبارة عن استمارة للطالب بيعبي فيها معلومات شخصية
بالإضافة لتقييمه للمحاضرة للمكان للزمان. فلحنا حسب السنوات السابقة كان في نتائج إيجابية جدا، فحتى توصلنا رسائل على الصفحة عم تشكر الفعالية وعم تطالب إنه نتوسع بمحافظات أكثر. هالسنة إذا بدنا نحكي عن مبارح فكان التقييم ممتاز جدا صراحة، كان في ثناء جدا حتى على الإيفنت على الصف على الصفحة عم يطالبونا نتوسع أكثر. تقريبا على كومباس، إنه انطلاقة كومباس، كومباس بمعناه هو بوصلة. إحنا كطلاب جامعيين طالعين من البكالوريا جديد، فالطالب بيكون ضيع البوصلة، ما عارفان شو بده وين رايح. كان كل حياته بالجامعة، كان كل حياته كطالب بكالوريا دراسة دراسة وخلصنا صرنا على الجامعة، أنا شو بدي ساوي؟ أنا مضيع البوصلة. فكومباس هو بوصلة الطالب ليلاقي الطريق الصح. نعم. يعني قديش كومباس يعني قدم شيء للطلاب، أعطاكم لكم دافع، حملكم مسؤولية نوعا ما؟ هلأ مو مسؤولية، لأنه أنت بتزعلي إذا كان زميلك الجامعي ضايع أو ما قدران يمشي بهالهي، فنحن منبسط بهذا الشيء، وبعدين هذا الشيء نحن لمجتمعنا لنرفع من سوية مجتمعنا. أكيد. فهذا الشيء أبدا مو متعب، هاي مو مسؤولية، هاي نحن واجبنا للمجتمع. حلو. فهيك تسعدي أنت، لأنه دائما العطاء هو بيمنح سعادة، وخصوصية أنه نحن عم نعطي زملائنا، عم نحس بالعالم يلي مثلنا كمان. صحيح. كطلاب أكيد كلنا مرقنا بهيدا المراحل. تحكي لنا كمان عن هيدا التجربة. في شغلة بتميز فريقنا، أنه نحن متطوعين جميعا من مستفيدين من 2015 و2016، فأنه نحن مو أشخاص دخلنا جديد ما بنعرف شيء، لا تماما، نحن خدنا التجربة، حضرنا كومباس، استفدنا وحبينا نفيد غيرنا. أنت بتفوتي مثلا على الجامعة بتشوفي طالب بيقول أنه أنا ما بعرف، أنه لو بعرف هيك الاختصاص ما كنت فتت. فهو بالتالي ضوع سنة من حياته، ممكن يرجع يعيد ممكن، بس بالتالي خسر سنة. فأنت كرمال تتفادي هي الغلط، كرمال تخلي الطالب من الأساس وأنا عارفان وين فايت، عارفان شو بدي. عندي صورة ما لح نقول 100% بس يعني 80% انه انا عشي اللي فايته. بالتالي انا ما فوت، رح ابدع، رح انجح، رح اوصل لشيء، اترك لي اسم، اترك لي بصمه. يعني الفريق تبعكم في اختصاصات معينه، يعني عدد من الشباب مختصين بهذا الفرع بيتم الشرح عنه للطلاب، كيف عم تتوزعوا وتتقاسموا الاقسام؟ نحن عده فرق، منها فريق تنظيمي هو اللي بيكون متواجد ايام الفعاليه بنظم الاوقات وهي القصص، الفريق الاعلامي مسؤوليته هو انه يحكي عن الفعاليه. نعم. واللجنه العلميه، اللجنه العلميه هن الاشخاص اللي بيختاروا المحاضرين الاكفاء اللي بيحكوا. المحاضرين بيتميزوا انه الحياديه، احنا حياديه بالاختصاصات، يعني ما بيتم اقناع يعني لا ابدا، بالعكس بنحكي يعني الفرع بصوره تقريبا حياديه تامه، بنحكي سلبياته وايجابياته وبنترك الخيار للطالب هو يختار الشيء اللي بده اياه. وبالتالي المحاضرين كمان بيهمنا انه يكون عنده خزينه معرفيه واسعة والإلقاء، يعني أنا صح عندي خزينة معرفية بس أنا هل يا ترى رح أقدر أوصل للي عندي للطالب؟ يعني بخاف مثلا أنه يجي محاضر مثلا يكون عنده بس يحكي كم شغلة يخلي يكره الطالب بالفرع. نعم. هيك عن طريق الغلط. فبالتالي اللجنة العلمية بتدرس هاي القصة بحذر جدا، يعني هي مراحل مدروسة. رح ننتقل لك يارا لتحكي لنا يعني لوين بدكم توصلوا بكومباس، لوين حابين توصلوا بهذا المشروع؟ هلا نحن هي السنه كملنا، والسنه الجايه اكيد رح نكمل. بدنا نوصل لاكبر شريحه ممكنه من الطلاب، نحاول نجذب الطالب ونساعدهم. هلا بلشنا بالفعاليه، بعد فتره بدنا نبلش بالمراحل تدريب للاشخاص معينين، وبعدين كل شيء بنقدر في مشاريع رح تكملوا فيها من بعد هالملتقى. شو هي هاي السنه بلشنا بمشروع جديد، هو عباره عن تصوير بعض المقاطع الفيديو، بعض الابحاث للطلاب. صراحه انطلق الايفنت بحدود الشهر الرابع تقريبا، فتره الانقطاع تبع البكالوريا، انه بيكون الطالب قاعد ببيته، صعب انه يروح ويجي، عم يضيع وقت صراحه. فبالتالي صورنا مقاطع فيديو نزلناها بإيفنت خاص، وكان في تقريبا وصلت لعدد كتير كبير من الطلاب. إذا بدنا نحكي عن الأرقام بالمشاهدات فوصلت ل 50,000 تقريبا طالب مشاهدات. ما احنا هي ما كانت شغلة شمول، وإنما ركزنا على الأفكار المهمة اللي بيحتاجها الطالب. بلشنا بهذا المشروع ورح نكمل فيه بإذن الله هي السنة، إن شاء الله. ورح نتوسع كاختصاصات أكثر
ومواد أكثر. إن شاء الله يا رب، يعني يا رب بدنا نتمنى لكم التوفيق، بدنا نتمنى لك كمان التوفيق عدنان بمشاريعكم، إن شاء الله تقدروا توصلوا للي بدكم ياه ونقدر نوصل الفكرة لجميع طلابنا. شكرا لحضوركم معنا. شكرا لكم. يعني فريق كومباس عم يساهم بإعادة أعمار سوريا عبر الاختصاصات اللي عم تنطرحها للطلاب، أكيد يلي هن بدراستهم رح يساهموا بأعمار هالبلد. شكرا كثير لكم للجهود اللي عم تبذلوها. شكرا لكم.